معجب يفضل ورا فنان لغاية ما ياخد منه أوتوغراف أو تذكار، إنما ممكن نجم يفضل ورا معجب لحد ما ياخد منه حاجة. مادلين طبر عملت كده. كان قاعد جنبي راجل، أنا كنت جاي من مهرجان المسرح التجريبي في الكويت، لا مش التجريبي، مهرجان المسرح، ماشي. فقاعدة في الطيارة وجنبي على الشمال راجل ملامح وشه تشير إلى أنه هو يعني أنا تخمين من عندي أنه إيراني، شكل كده مناخيره وعينيه كده. وطبعا الأدب لما تقعد جنب حد يعني في رحلة ساعتين مثلا من الكويت للقاهرة، فقال لي مساء الخير، قلت له مساء الخير، كمان شوية مش عارفة إيه الفستق مدام افتح لك تفضل، فتح مش عارف إيه. بعدين خلاص كل واحد مننا، بس من الكلام بتاعه عرفت إنه كويتي مش إيراني زي ما أنا خمنت. المهم خلصت حكاية التخمينات. أنا من الستات اللي في الطيارة دايما ألز مكان بالنسبة لي للقراءة هو الطيارة، وعادة باكل نص كتاب على الأقل في كل سفرية. فشايلة كتابي وقاعدة بقرأ كده، بصيت لقيته شايل كتاب، بس كتاب جميل، كتاب قديم. فبقيت عايزة أعرف إيه هو الكتاب، فبصيت له قلت طالما أنت قلتي إنه كويتي، أنا بقول لمادلين يعني، وإيراني مش عارف إيه، هو بيكلمك بحيادية، جايز يكون يعني مثلا يقولك ده كتاب مش عارفة إيه مقدس أو كتاب ديني أو مش عارفة إيه، وما يديكيش الكتاب، ما تفهميش يعني ليلة الناس راجل معرفوش، وهو متحفظ جدا وما بيوصليش خالص، قاعد كده الكتاب، بس أنا هموت أعرف إيه الكتاب. أبص كده أوقع الزتونة عشان أبص على الكتاب أعرف إيه الكتاب، مفيش فايدة. فقال لي عقلي إيه؟ قال لي عقلي أقول له شايف الكتاب العجيب اللي معايا ده، واروح اقول له حدوتة عشان اخليه ياخد كتابي. ففعلا وقع، انا ممثلة بقى، فقلت له يا خبر يا خبر، شوف الكتاب العجيب ده معلوماته غير عادية، ودي على فكرة ضد العروبة، انا بقرا كتاب عن علاقتنا مع الصهاينة. فالموضوع استفزه جدا، قال لي والله وريني كده، راح اديته الكتاب بتاعي، رحت على طول سحبت الكتاب بتاعه وغبته. طلع الكتاب عن ابن العربي طبعا، وهو واحد من اهم المتصوفين. في النهايه كده باختصار يعني عمل لي اهداء واداني الكتاب.